مرحبا بكم متابعي قناه الحياه اليوميه. نحن الان نتواجد باحد الاسواق الاسبوعيه بمدينه صلاة اللي هو سوق سيدي عبد الله. جينا نسولوا البائعين على الثمن ديال الاضحيه واش ارتفع واش انخفض، وكذلك المواطن واش قدر يشري حولي هذا العام. نخليكم مع التصريحات ديالهم. بزاف هادشي واش ما كاينش هنا مش داير 80000 حشومه كاع حوليه قداش فيها جوج عضات ب 40000 حشومه كاع هادشي هذا راه دراوش بزاف عليهم راه دراوش ما خدامين ما ردامين والجفافات والامراض ضيعه وكلشي ضيع هنا حشومه كاع اصاحبي واش من هذاك الحولي راه فين هو تيقول 80000 راه عيب هذا فين غيمشي الدرويش فين راه حشومه هادشي راه بزاف هادشي هذا ما كاينش. انا جيت دابا نشري لقيت حوليه قال لك 40000 منين غنجيب 40000 انا ما خدامش نعشى كاع ماشي تا حوليه حشوم طيحه دروسها كاملين حشومه كاع وكيجيبوا المشاكل فين هو هاد الحوليه ديال السبليون فين هما هاد المسؤولين فين هما فين هما هاد الناس هاد المرشحين فين هي الدولة اللي كتقول كلشي كاين فين هو الخير اللي كاين ها ما كاين ربعة الكميات هنايا كيقول لك 120 60 80 شوما كاع والله تعيب كاع وفريس هذا وضياع هادي ورا الدراويش ما بقاوش يعيشوا وحشومة كاع حشومة والله حتى تحت الشواية كاع وتحت الشواية وفوق الشواية ما بقاش غير شواية الصبليون سمعناها بالتلفازة شفناها بالتلفازة بعينينا ما هنا في السوق راه ما كاينش دور يا اختي في السوق هنا ولا لقيتي شي سلعة ديال الصبليون هنا مع ما كاينش سلعة ديال الصبليون كاع خطرة داوها مواليها الصبليون داوها مواليها احتكروها مواليها احنا دخلنا لكم السلعة باش وعاونوهم 500 درهم ما كاين حتى حاجة الدعم تعطى المالي ما حنا كنسمعوا به كنشوفوا عبد التلفازه تنقول له ربي حنوا علينا هاد الناس هادو حقا راه الحكومه غدير معنا مزيان راه شافت من حالنا ولكن راه ما شافتش من حالنا راه يكذب عليك كذب يقول لك راه شافت من حالنا اللي قال لك شافت من حالنا يجي يطيح معايا في الارض الواقع هنا بالرمل ويدور بعينيه ويشوف اللي يقول لك راه الدرويش راه عايش راه عايش هو عايشين الناس اللي عندهم الناس اللي واكلين البلاد ما احنا مشينا احنا بحالات ما كذب عليك كذاب ولا باقي يهضر معاك شي واحد ها انت السوق هو كامل ما كاينش اختي ناس تاع ديال الصبليون هنا كاينين ديال الناس اللي عندهم ديال خوتي تينوضوا تيقول لك حكا راه واحد هبط لي الشناق هبطوا من الكاميو غلى عليه الشناق تيقلب على 1000 ريال الله يسهل عليه عنده الفلوس الله يعاونه وهضر على الكبيره اللي هو تيجيبها غليظه من مله تيهضر على حساب اختي واحد 500 درهم 600 حتى 1000 درهم حتى 1000 درهم واصله داكشي ما مقاد داكشي تيقول لك حكا لبس على قدك يواتيك وعلى ديك اللي قدي ما بقيتش كنوصل ليها على ديك كسوات قدي ما بقيتش كنوصل ليها اللي غتواتيني حتى يقول لك قلب راه كاين ديال 10000 وكاين اجي دور معايا السوق وحط يدك على مش شو شحال غيقول لك غيقول لك 48 ماشي عيب مازال ذاك العام كان شويه ديال الرحمه هاد العام هذا حيد وقتي بخطره هاد العام هذا البركه الله يلطف من عنده هو مرات من عنده هما ما بقاش حاجه كتطلب الله يلطف من عنده يا اختي هاد العام الحولي تزاد تقريبا بواحد 1000 درهم ديال باش نزيد على الحولي يعني المسكين مزيود عليه شي 1000 درهم والمشكل من الدوله زايده في ال1000 والجماعه زايده في الصنك والحولي واصل 1000 ريال دابا باش يدخل ولا ما تباعش عاوتاني 1000 ريال هي 100 درهم والكميه عاوتاني 1000 درهم راه بسيب مكسب يزيد على المواطن ضروري ما يزيد على المواطن أغلبية الناس ما غيعيدوش غير ما غيبانوش لا ما غيعيدوش ما غيخرجوش النيت ماشي غيبانو ما غيبانوش دابا الكساب خايف والمواطن حتى هو خايف يعني هاد العيد هذا ما بقاتش السنه دابا هذا راه ولات دابا حرب ما بقاتش السنه وهادشي اللي نقول لك اختي يا الدوله يا العالم شوفوا هاد السوق هذا وشوفوا هاد الامه هادي شنو كدير هنايا الشناق راه مكثر والحولي راه بالثمن وراه هادشي ماشي معقول تكون مراقبه اللي غتشوف هاد الاثمنه ديال هاد الناس اللي عاملين هنايا واش حاول يدير 20 كيدير 80000 ريال واش كيقلبوا هاد الناس علاش كيقلبوا هاد المشاكل هاد الناس راه كازا كتوفى هنايا حنا راه من السبعه ديال الصباح كندورو هنا في السوق الله يرحم الوالدين لا غتشوفوا هاد كاين شي حل ما غتصوروا السينما وهادي راه ما كاين حتى شي حل والو ما نبقاش نهضروا على الكذوب ولي زايد 40000 ريال زايد الحاولي كيدير 20 كيدير حسب 60000 ريال من 6 الصباح وانا كندور هنايا وطلعين للكاميو علاش ما يكونش مراقب يكون الحولي في العرض واش هاد الحولي كيوكلوا اللوز والقرقاع ولا شنو هو شنو هاد المشكله شنو هو واش يبقى عاد تيهضروا عباد الله شوفوا 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 هادشي راه هادشي راه غيخرج العقل هادشي هذا هادشي راه ماشي معقول الله يرحم بالوالدين تكون مراقبه ويشوفوا الناس الناس ما عندهاش باش تعيد
السلام عليكم خوش. المهم بالنسبه للناس اللي كتقول لك الحولي باللي انا ومنخفض، شحال هذا الحولي اخي؟ هذا 46 قد هذا كاين ب 46. كيفاش الناس هذا غادي تعيد من حولي قد هذا ب 46 ديال دير ول العام الاخر اللي كان داير 26 24 اللي واصل دابا 46؟ كيفاش باغي تخرج هذا عباد الله؟ هذه عباد الله ما تمسكت لا مبادره الوطنيه التنميه البشريه، لا شي دعم عند الدوله، لا شي حاجه. حتى الفلاح حتى هو مضرور، ولكن الفلاح انا ما غيتخاصمش معاك المشاعر ديالك، يقول لك باللي انك انت راك درويش ولا راك هادي. نجيت انا نحيد لك واحد 500 درهم ولا 300 درهم نحيدو قسمو الصبر ولا شي حاجه، وعاد انه كاين صنك على برا شي تخلص 1000 ريال الحولي اللي كيتخلص فيه 1000 درهم البيكو باش يتخلص. كيفاش غادي يديروا؟ على الاقل خاص يكون الباب بعدا شويه مساعد باش يتساعدوا الناس معمولين الشعب تمايا كامله. هاو عباد الله ما بايعين والو، راه بالسيف من ولد الشعب من السواد. اول عرف داير دابا 180 ريال كيلو، وشوفي حولي هو ديال 26 ديال دابا شي عامين، دابا هو داير 46000 ريال. دابا دوش الحولي ديال 46000 ريال، شد لنا اختي الحولي ديال 47000 ريال. الله يجعل ربي يسهل عليك. وتقارنا اختي حنا في هذه البلاد هذه، حنا ولينا بغينا نمشيو لاوروبا اختي، حنا بقينا باغيين، حنا ما كرهناش العيد يتحيد، والله ما كرهنا العيد يتحيد، حنا دراويش وما عندناش. اقسم بالله العلي العظيم شو الميساج الاخراني اسمح لنا اخويا واحد دقيقه. الميساج الاخراني اللي غادي نقولوا في البلاد غاده في الدمار، وتا شي واحد ما حن عليه. اقسم بالله العلي العظيم حتى واحد ما معيد. شكون اللي معيدين هذا العام؟ هذا معيدين السياسيين، معيدين السياسيين، معيد المخزن. من غير الجوج الناس هادو ما معيد حتى واحد. اللي معيدين المخزن البرلمانيين السياسيين هم اللي معيدين. اخ النوش يا ربي في هذا النهار هذا، الله يا ربي يا ربي يا خذ الحق في اخ النوش. رضيع شينا اخي وضيع شي والدينا، والدينا راه ما عندهم باش يعيدوا، راه قهرشونا في هذه البلاد هذه حشومه عليكم، شرتشونا معاكم اخي. وحنا اللي كنا تنفكروا باش اننا نحرقوا، اللهم نموتوا في هذاك البحر، اللهم نموتوا في هذاك البحر ولا نموتوا حنايا. هذه البلاد هذه حنا ميتين وعايشين، تموتوا بعرق بعرق، تتشوف امك مريضه، تتشوف بوك ما كاين لا وزاره التغطيه الصحيه، ما كاين حتى شي حاجه من هادشي هذا كامل. يا خوش اللي عند اللي خدام مسكين 1000 ريال النهار بوفري، خاص خلص 30000 في الشهر، شحال غايب شحال غايعيد مسكين؟ غايشد 30000 واش يخلص بها الكرا الضو الماء الفاخر، وغايشري الشوايه مسكين ويجيب القطره يجيب المصارن ديال الدجاج، وعايش شويه مسكين احسن ليه. ولا دار يدك تسمع 60 70 واللي عنده 20000 30000 مسكين فين غيمشي للواد؟ ولا الله يدير شي تاويله خوتي. هذا العام هذا راه كاين الغلا بزاف، راه غليشوا على الدرويش، راه قارشوا، راه مزيوده 2000 درهم حتى 2500 درهم اللي مزيوده هذا العام. وحنا باقي ما جامعين حتى 10 درهم، حنا حتى 10000 ما عندناش. والدرويش الله يحسن الاول الدرويش، هاد الناس هادو راه قهرونا. دور يا خشي الكاميرا، راه قهرونا يا خشي، دعمونا انا ذاك. شوف كيفاش نهضروا، باش نهضروا في الواقع، فهمتيني يا خشي؟ الغلا الكسابه شنو هما الله يحسن الاول، راه مع 2000 غالي، وهذيك السلسله ما ديهاش واخا ما عرفتش شنو دير. يديروا معنا شي حاجه، يديروا معنا شي تاول. دابا شي شناق تيهبط حولي ب 50 اخشي، تلتحت تيبيعوا ب 100، تيهبطوا من الكاميو ب 50، تيهبطوا للار تيبيعوا ب 100. والحماق هذا اخشي. ولكن نقولك اخر كلمه، الله يدير شي تاول 90 كذا فهمتيني. بنادم جاي ناوي يشري تجي شي يعمر في قايس وكذا. انا بالنسبه ليا كون كنت اب ما عنديش وليدات ما نعيطش، راه على وجه الدراري الناس هنايا باغيين يشريو. باش تعرفي واحد الحاجه، يفرحوا الدراري الصغار. اما كنت انايا اب ولا شي حاجه ما شريتش اختي بالرجوله، حيت تاخذي حولي 3000 درهم ما انتش موجه بالفقصه. 90000 ريال اختي. انا شوف من الاخر كاين شي مش كمان حواله ما عرفتش فين باغي نمشي واختي بهذا الشيء هذا. تيجي بنادم هنا لهذ السوق هذا ماشي تيجي يشري اختي، باش تعرفي شنو كاين. تيجي شي مرض اشري حولي ويمشي يخرج عند طبيب يدوز على الاعصاب ولا شنو يدير اختي. الحولي راه كاين المليح كاين فهمتي، ما مقادش هذاك الشيء. كاين المليح كاين اللي ما مليحش، كاين اللي فيه شي ولسيسه هنا، كاين اللي كاين الغلا، كاين الغلا، كاين اللي مصدي جامع شرف فحال ديال الغلم وتيجيبوه يبيعوه. وكاين اللي نعجه ولدات صافي مقعد تموت تيجيبوها حتى يبيعوه. وكاين اللي عترو سنانهم مصدين وتيقول لها عجدي. حتى هاد الكسابه هادو والله ما في قلوبهم الرحمه حق الله كفار. شحال تقريبا زايدين؟ ولا زايده 20000 30000. ودابا لا ها لا
1500 درهم. والأغلبية الناس حنا دابا عندنا حمالة عيننا على السوق، وكل عام تنديروا هاد البارتية هادي. هاد العام بزاف عباد الله عاد تيبكيو، عاد تيشكيو حق الله، والأغلبية تيتسلفوا. ودابا أربعة غاديين وواحد تشري الحاولي تيشد من عندها 4000 وعمته 10000 وخوه 6000 وتتبقى خاصه 1000 تيكملها لهم الموطور حتى للدار، تيشدها من عند مول الحانوت. قسما بالله لا ما ديطاي غادي. لا حق الحاولي ما يلقاش باش يخلص مول والغديد. نشوفوا حيت الانسان ما تياخذهاش باللي راه هذا قربان تقرب من الله اضحيه، تياخذها على اساس باللي راه تقاليد. شكون اللي زاد علينا؟ والناس الكسابه الكبار، الفلاحه الكبار، مولي الرؤوس الاموال، هما اللي احتكروا السلعه. تيدخل للسوق العروبيه الشهور اللي فاتوا تيشريه كامل، تيدخل الكوري، دخل دابا راه ما مخرجينش هما السلعه ديالو، تتبقى يومين وثلاث ايام باش مقطع غايبين، ما بان لنا لا والو. شناهم مع التلفازه والتصريح ديال كافور مرجان كاينين، وهذيك الدعم اللي تيقول لك عطاو لهذوك الحوالي اللي جاوا من برا 10000 ريال عطاو للكساب، حيت هما عندهم الغارات بالكساب. اما الدرويش وهذيك 10000 بالاحرى كانت تعطى للدرويش، هذاك السيد اللي عيد يعطيوها له دعم مباشر يعاونوا على الاضحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه السوق اختي هنا في هذه السلعه هذه والله حتى كارثة عظمى بالله، والناس زعما بقاو باش يعيدوا ما عندهم حتى حاجه، والناس هنا تتعاني. حولي كتقلبوا صغير ورقي يقول لك 80000 90000، والناس ما عندهاش، والناس المسؤولين انا من هذا المنبر هذا بغيت نجد الناس المسؤولين في الواد الحولي الصبليون، ونداء الاول صاحب جلاله سيدنا محمد السادس الله يرحم لك الوالدين، دير معنا شحل مع هاد الناس هادو، راه اخ نخرج خرج على هاد البلاد وخرج على هاد الناس وخرج على هاد والرعيه ديالك سيدنا راه ما بقاتش رعيه والله العظيم الا تكرفصات. الله يرحم لكم الوالدين، ديروا معنا شحل في هاد الشيء هذا، راه والله العظيم الا كاين احتقان اجتماعي كاين روينه. ناس هنا بعقلهم عيالات رجال كلشي كيشكي، دري صغير كلشي كيشكي. انا وحنا من الدخل المتوسط وتنعانيو، والدخل المتوسط اللي عنده جوج وليدات في هاد البلاد هادي والله حتى كارثه عظمى. ندمنا علاش ما حرقناش بكري، وندمنا حتى بقينا في هاد البلاد هادي. نداء صاحب الجلاله الله يرحم الوالدين صاحب الجلاله، دير معنا حل في هاد الناس هادو، راه تكرفصوا على هاد الشعب، راه تكرفصوا على هاد الشعب، راه الناس تعاني ديال بصح ديال بصح والله. حتى الناس وصلنا فيها للعظم وصابرين، انا والله ما فهمت صبرت المغاربه حتى الدرجه. المغاربه تبارك الله عليهم صابرين وملتحمين لحمه وحده من اجل صاحب الجلاله، واني هذا خلوش وهاد الطبقه ديالو وهاد الناس هادو ديالو راه بزاف. ما نقولوا عليهم حنا شفاره، ما نقولوا عليهم حتى حاجه، ولكن هادشي اللي وصل ليه هاد الشعب هذا راه بزاف، راه بزاف. وقهرتنا كورونا، قهرنا الدخول المدرسي، قهرنا العطله ورمضان، ودابا الحولي ب 60000. واش اللي تيتخلص ب 60000 غادي يشري حولي ب 60000 باش يعيش هو ومرتو بالحنافظ؟ الله يرحم لكم الوالدين، ديروا معنا شي حل. وتنشكر هذا المنبر هذا اللي عطانا هذه الكلمه هذه، وقلبنا راه مغلغل على هذه البلاد لحقاش تنحبوها، والله حتى تنحبوا هذه البلاد، ولكن اللي هاد الناس هذو كرهونا فيها وكرهوا هذا الشعب وكرهوا هاد المغاربه هذو كاملين، وكل شيء بغى يمشي في حالاته. ونداء المسؤولين واعلى سلطه في البلاد، والله يرحم لكم الوالدين، وحنا تنحبوك فابور، حنا تنحبوك ما عطينا والو، تنحبوك. الله يرحم لكم الوالدين، ديروا معنا شي حل، والله تنحبوك لله. ولكن حتى لهاد الدرجه هادي راه بزاف، راه تقهرنا ولابسين وعايشين، ولكن داكشي اللي كنا عايشين وشحال هادي راه ما بقاش. دابا صاحب الجلاله راه جابنا خاويين والله حتى زيرو. الله يرحم لكم الوالدين، ديروا معنا شي حل، قهرونا هاد الناس هادو. الملاحظه اللي بغيت نقول عليها انا بان داك الغلم ديال برا، انا هنا في هذا السوق ديال سيدي عبد الله لا وجود لها، والناس يقولوا كاينه ولكن ما كاينه. شوف عين عوده كاينه، وفي الخميس ديال السهول كاينه، وهنا ما بانش لينا هنايا. الضواحي هنا باهت شويه مرتفع، فهمتي؟ وضحيه غاليه هنا. بالنسبه للناس خلصوا دابا مع السبت والحد، اعتبر لي على الثمن اللي قبل ماشي هو اللي اليوم زيد شي شويه الثمن، مرتفع شي شويه، زايده شي 400 350 في الاضحيه. كما كتشوفوا متابعي قناه الحياه اليوميه، درنا السوق كامل، سولنا المواطنين واش قادرين يشريوا الحوليد العيد، وهذا كان هو الجواب ديالهم.